تزقش بقى. ما تحترمي نفسك بقى يا شيخ. انت في كل حته بتتخانق كده. خلاص خلاص خلاص. بقول لك ايه، ما تلمي نفسك بقى. انا ساكته بالعافيه على اللي انت بتعمله فيا. حصل لك حاجه في دماغك؟ هو ايه اللي حصل لي حاجه؟ ده جوزي يا عم. يا عم اهدى شويه، انا حامل ومش قادره اتكلم، حرام عليك. مراتك في البيت، مراتك في البيت يا عم. ده النسوان كلها. ايه ده يا عم؟ ده يا عم الواحد خلاص بقى هنا يعني قدام الراجل الغريب كده. لا غريب ايه بس؟ ايه يا عم انت كمان؟ ايه اللي تخلص منها وطلعها دي؟ بصر معاك كده. فك كده، ارميني باللي في بطني. اشربوا ايه طيب؟ اي حاجه ساعه عندنا. اقعد يا اللي في ادبك انت كده. ها قدام الناس لمي نفسك بقى. بلا لمي بلا زفت. انا بس عشان خاطر البطن كده، انا مش عايز اكلمك. انا كنت زمان موديك عند امك. فتح الزجاجة يا استاذ. افتح لي دي. افتح. مش قادرة، مش قادر تفتح الازازة. يا لهوي. اطفحي اطفحي. ايه اطفحي دي؟ ما تحترمي. اشرب من جيبك. اشحال ما كانش الراجل عازمنا عليهم. ما تحترمي بقى بقك بقى في بنتك. انت ما بتطلعش الجنيه من جيبك. راجل ايحة. ايحة؟ انا ايحة يا تل ايحة؟ انا مالكيش لازمة عليا. خلاص في بيتك بقى. خلاص خلاص. اه حضرتك خلاص في بيتك. انت هتولدني قبل اواني يا راجل. يا راجل ارحمك يا استاذ. انا زهقت. انت مش شايف بتتعامل معايا ازاي؟ الزفت اللي بطلعها ده. عارف ليه اللي بطلعها ده؟ انا كنت زمان مطلعها. بس من حبه فيك والله بينكشك. بس من حبه فيك. معلش شوف شغلك يا استاذ. معلش احنا اسفين. منك الله وحسبي الله ونعم الوكيل. عارفه انت ما هتشوفي ايام سودة باذن الله. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. هتشوفي ايام فردت شعري عليك في الشارع قدام الناس. بس بقى بس بقى اتسلحى معاك اهو. بس 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 يا راجل يا راجل في الشارع. هيسقطني يا لطيف يا لطيف. هات لنا البوليس. انا هطلع في الناس. ماشي يابا. كان اتجوزت الشوم والندامة. بتاكل وتمشي زي القطط. انت حضرتك مش عارف. احنا اسفين. تعالى اسندني يا راجل. هقع. هقع من طولي. هقع من طولي. يستاهل يستاهل كل اللي بيحصل لي. خلاص خلاص. عندنا خلاص. عندنا خلاص. خد البنت. ضغط يا عيني. حرام عليك. شوف حسابك كام يا عم. خد ده عندنا برضه. خد. ايوه هات البرتقال ده انا بحبه. طعمه حلو. ها؟ مش طعمه حلو. انت مالك انت؟ هو جوزي يقول لي طعمه حلو ولا لا؟ انت تتدخل بينا ليه؟ انتوا مدروشين اصلا. هو ايه اللي مدروشين يا اخويا؟ شايفنا ماشيين بنتطوع؟ لا خلاص بقى. يا راجل بيعف بي 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 مراتك وانت واقف ساكت يا راجل. الراجل يا راجل يا اللي ما عندكش نخوه. خلاص خلاص. حاك عليا. حاك عليا. حاك عليا. حاك عليا. انت مالك انت؟ خلاص بقى. انت هو ايه اللي خلاص بقى؟ اه يعني خلاص بقى. انت مالك انت؟ انا السبب يعني اللي هو بيوجعك كده؟ اه انت مالك يا واد يا اخويا؟ لما تكلم الراجل انت بتكلم الست ليه؟ انا اطلع عين ابوها عشان انا جوزها. انا مش طلع عين ابو مين انت كمان؟ ما تحترمي نفسك. ما تحترم نفسك انت كمان. يعني على ايه ابو انت؟ بقول لك ايه؟ ما تتدخلش معانا يا عم. يا عم انت مروش. انت يا عم انت مالك انت ومالك يا عم؟ انا مال انا يعني؟ انا مالك؟ مالكش لعبه مراتي يا عم. انت اللي كلمك. خد يا بنت. خد يا بنت.